الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومع هذه السلسلة المباركة نسائم الأنس نعيش، واليوم مع حلقة جديدة سميتها سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد عنونت لهذه الحلقة بهذا العنوان اقتباسا من قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ونذكر هذا المعنى في سياق هذه السلسلة الكريمة التي نتحدث فيها عن الأنس بالله عز وجل، نستنشق فيها من السماء النسائم والروائح والعطور التي تنبعث من الأنس بالله تعالى. فإن المستأنس بالله عز وجل وضع الله عز وجل له الود في قلوب الناس، فما يراه أحد إلا ويحبه، والعكس بالعكس. إن العاصي لله عز وجل، وإن الفاجر، وإن الفاسق، وإن الذي يخلو بمعاصي الله سبحانه وتعالى، وإن الذي ينافق، وإن الذي يرائي، لا يجعل الله عز وجل له في قلوب المؤمنين ودا، ولا في قلوب الناس احتراما وتقديرا. انظر إلى مكانتك، إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. ما حال الناس معك؟ هل يحترمونك؟ هل يقدرونك؟ هل يكرمونك؟ هل يودونك؟ هل إذا رأوك أحبوك؟ أم تجد نفرة وبغضا وكراهية وسبابا ولعانا وعدم قبول؟ إن الله عز وجل كما في الصحيحين إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل لأن الله أمره بحبه. ثم ينادي جبريل أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. الله أكبر. جعلنا الله وإياكم ممن ينطوون تحت هذه الآية، من المؤمنين الصالحين العابدين. قلب صفحات القرآن ستجد آية في هذا المعنى، آية أخرى تتكلم عن نبي من أولي العزم من الرسل. اسمع الآية في السياق: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي. وقبل هذه الآية، هنا أقول واصطنعتك لنفسي، وقبلها في السياق الذي قبله: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك. شوف سياقه، يقول الله عز وجل: وألقيت عليك محبة مني. قال العلماء: ألقى الله عز وجل محبة موسى في قلوب الناس فما رآه أحد إلا وأحبه. قال بعضهم، بعض المفسرين: كانت فيه ملاحة، كانت فيه ملاحة وجمال، إذا رآه أحد أحبه. وكان من نتيجة ذلك أن أحبته امرأة فرعون، فقالت لزوجها فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه. وكان من ما ألقى الله عز وجل من هذه المحبة ألقاه
على فرعون في قلب فرعون فما آذاه، مع أنه يبحث عن هذا الولد الصغير الذي سيكون هلاكه على يديه، لكن الله عز وجل ألقى في قلب فرعون محبة موسى عليه السلام حتى أذن لزوجه أن تأخذه، وسمع كلامها ورباه ورعاه حتى كبر واستوى. ثم كان موسى عليه السلام سببا في هلاك فرعون. الله أكبر، هذا إلقاء من الله عز وجل. شوف، وألقيت عليك محبة مني، ووالله لا تستطيع أن تكسب قلوب الناس وحب الناس لا بسلطانك ولا بجاهك ولا بمالك ولا بسطوتك ولا بصوتك ولا بعائلتك ولا بحسبك ولا بنسبك، إنما الله عز وجل فقط هو الذي يفعل هذا بطاعتك لله تعالى. إنكم لن تكسبوا الناس بأموالكم، ادفع إذا أردت أن تجعل أحدا يحبك فادفع له مال الدنيا، والله لا يريد أن يحبك هذا العبد فلن يحبك أبدا مهما أعطيتهم من مال، مهما تدخلت وتوسطت لهم، ومهما، لكن الله عز وجل بيده هذا الشيء فقط. قال الله تعالى: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. المستأنس بالله عز وجل، هناك المحيط الذي حوله، كل من يسمعه يحبه، كل من يراه يحبه، وما أعطى أحد لا مالا ولا خدمه في شيء ولا في شيء، إنما هي محبة ربانية ألقاها الله عز وجل في قلوبهم لا يعرفون لها سببا. كذلك كان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، من رآه من بعيد هابه، ومن خالطه معرفة أحبه. شوف، من رآه من بعيد هابه، هيبة النبوة عليه جلال وقار، فمن أي وجه يفيه المقال وقد جمع الله فيه الكمال وألف فيه فنون الجمال وألقى عليه رداء الجلال، ففاق الملائكة روحا ونفسا ورقت حواشيه لطفا وأنسا وحاذ الكمالات طهرا وقدسا، صلى الله وسلم وبارك عليه. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثمامة بن أسال، والحديث في الصحيح، لما كان أسيرا، والقصة شهيرة معروفة، ثم انطلق يعني أسامة بعد أن كان يعني مقيدا في المسجد وإلى غير ذلك، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم مسلما بعدما اغتسل وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، والله ما كان وجه في الأرض أبغض إلي من وجهك يا محمد، والآن وجهك صار أحب الوجوه إلي. شوف، هذا من فعل الله عز وجل. عمرو بن العاص قام في صحيح مسلم هو يتكلم وكان في سياقة الموت، وابنه يعني يخفف عنه ويقول له: يا أبي، إن النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بكذا وكذا، إن النبي بشرك بكذا وكذا. وقد أدار عمرو وجهه تجاه الحائط يبكي ويقول: والله يا بني، لقد مررت على أطباق ثلاث، لقد كنت يعني في حال الشرك، وما أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو استمكنت منه لقتلته، ولو مت على هذه الحال لكنت من أهل النار. ثم قذف الله الإيمان في قلبي، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبسط يده إلي ليبايعني، فقبضت يدي، فقال: ما لك يا عمرو؟ قال: أردت أن أشترط. قال: تشترط ماذا؟ قال: أن يغفر الله لي. قال: أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، وأن الهجرة تجب ما قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله، وما كان أحد يعني بعد هذا الفعل أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كنت أطيق أن أنظر إلى وجهه إجلالا له، ولو سألني أحد أن أصفه ما استطعت أن أصفه، لأني ما كنت أملأ عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحب، وهذا هو الود، وهذا هو هذه المحبة التي يلقيها الله عز وجل للمستأنس في قلوب الناس. قال أنس مرة لثابت: يا ثابت، لو رآك النبي صلى الله عليه وسلم لأحبك. أيها الإخوة الكرام، أسأل الله عز وجل
أن يجعلنا وإياكم من المستأنسين به، وممن ألقى الله عز وجل في قلوب العباد محبتهم، وممن أحبهم الله عز وجل وملائكته، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.